تسأل نذرت أن تطعم الفقراء ولم تستطع أن تطعمهم وبذلت نقودا بدلا من الإطعام، هل ذلك يجزئ؟ ما دام عندها نقود فإنها مستطيعة للإطعام، ما دام عندها نقود تشتري طعام وتوزعه على الفقراء، فلا يجزي، ما يجزي توزيع النقود وهي ناذرة طعام، لا بد من الطعام، تشتري طعاما وتوزعه على الفقراء. نعم.